صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على مشاهدي. صباح الخير يا مصر مرة تانية. لسه مستمرين وبنتابع معاكم اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الجيزة. الحقيقة من يعني دقايق أو في تمام الساعة 9 بالظبط وصل القاضي الخاص باللجنة اللي موجودين قدامها حاليا، وهي لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات. ومجرد وصول القاضي اتأكد من توافر كل الأدوات اللازمة للعملية الانتخابية، وإدى الإذن لبداية وانطلاق اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل. الحقيقة في محافظة الجيزة يعني في كتلة تصويتية كبيرة، بنتكلم على أكتر من 5,600,000 ناخب وناخبة بحق اليوم التصويت في 1046 لجنة فرعية وفي 536 مركز انتخابي. في 2 مرشحين في جولة الإعادة بيتنافسوا على مقعد واحد، وده بعد حسم 7 مقاعد خلال الجولة الأولى، طبعا بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة من الأصوات. ده بالنسبة للنظام الفردي. كمان تم حسم نظام القوائم بعد حصول القائمة في الدائرة الثانية اللي بتنضم ليها محافظة الجيزة على أكثر من 5% من الأصوات. يمكن المشهد هادي، ويمكن ورايا الوضع أكيد بيعكس هدوء المشهد، وده يمكن إحنا متعودين عليه في محافظة الجيزة حتى من الجولة الأولى، إنه الإقبال بيزيد بعد الساعة 4 مع طبعا يعني انخفاض درجات الحرارة، وخصوصا إن النهاردة هو يوم عمل عادي، ما فيش أجازة رسمية، فبالتالي يعني في تبرير لفكرة الهدوء في المشهد لحد دلوقتي. لكن ده ما منعش اكيد محافظه الجيزه ان هي تاخد كل الاستعدادات الخاصه بالعمليه الانتخابيه، من توفير مظلات للناخبين خارج اللجان، والتاكد من وجود ايضا كراسي داخل اللجنه، ومراعاه فكره التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات والمعقمات، ووجود بوابات للتعقيم. ده غير طبعا الاستعدادات الخاصه باللجان الانتخابيه من توفير كل المستلزمات. وده يمكن الوضع عندنا في محافظه الجيزه لحد دلوقتي، واكيد مستمرين في المتابعه. برجع لك مره ثانيه في الاستوديو.